مريح ياسين مريح معلول معلول يربح كورته معلول معاه ثلاثة ملاعبين يوصلها لمريح مريح باش يوزع اكيد يوزع الكرة مريح وتدخل خطير الكرة والهدف الأول والهدف الأول لصلاح النادي الصفاقسي ماهر الحناشي يلقى روحه في وضعية واحد ضد واحد مع الحارس ويحط الكرة في الشباك في 22 دقيقة المدافع هو اللي ما عرفش يشوط الكرة يخرجها وبالتالي ماهر الحناشي يلقى روحه في وضعية سهلة يحط الكرة في شباك الحارس الصديق الشابي. بالنسبة للهدف معناتها شوف الصنعة نتاع ماهر الحناشي ضربها بالبونت نتاع الساق معناتها ما حبش يتفلسف شوفها معناتها ليفيكاسيتي حتى في لوبوزي معناتها كانت هدف وعادة الحراس ما يحبهمش كرة